في عهد الخلافة، زاد السؤال اللي كان معناها قبل، كيفاش كانوا يختاروا الخليفة؟ اسكو كانت معناها كيما توا انتخابات، نوع من الانتخابات؟ اسكو كي الخليفة هذاك بعد ما انتخبناه، ولا بعد ما كان فما ما نعرفش، في بالي كان فما مبايعة، جوست الحاجة اللي فلو في مخي نفكرها الكلمة، مي بعد كانوا كان ظالم السيد هذاك، ولا كان قاعد يظلم في الأمة الإسلامية، ولا يظلم في الشعب نتاعو، ولا سبحان الله فما عباد معناها مش باهي تنجم تكون أنت انتخبته ولا أنت وكلته على الحكاية هذيك، وبعدها طلع عبد مش قد المسؤولية، وعبد ظلم الشعب، شنو يعمل، شنو تعمل الشعوب؟ على خاطر نشوف فيه تو نعاود نرجع لك لحكاية السعودية، وصلوا الأئمة والمشايخ نتاعهم والمفتي وكل، ولا مش كان السعودية، مصر غيره من الدول اللي فيها بارونتيز نوع من الظلم والكبت نتاع الحريات والحاجات هذيك، ولا ما تخليش العباد تحكي، ولا يعملوا الحاكم بارونتيز حاكم ربي، وما لا يعملوا تعملوا الدولة ولا يعملوا السيستم هو صحيح وتسكر فمك وكل. المشايخ يوصلوا يدافعوا على السيستم بحجج انه اللي يخرج على الحاكم ولا على ولي الامر كافر، اللي يخرج على درا شنو هو كافر، وما ساهل التكفير معناها، فهمتني؟ دونك اعطينا انت كيفاش ديجا كانت وقتها، كيفاش كانت الخلفاء هذيا يوصلوا للبوزيسيون هذيك، وان باراليل توا كي معناها كي يصير خليفه ولا عبد حاكم ظالم، شنو يعمل الشعب، شنو هي شوف ايش نقول لك، ثم قبل ما تعرف ثم كانت الحكم الوراثي أو ابن فلان يمشي غاديك الحكم من العائلة المالكة، يقول لك العائلة المالكة، ويتم اختيار نتاع المبايعة كما قلت انت نتاع الخليفة هذايا، ويتحط في البوزيشن نتاعو، ومن بعد الخليفة اللي تحط يحط الناس الوزراء نتاعو والحاشية نتاعو، كل واحد يحطه في بوست اللي عنده فيه ثقة أكثر، انه نسبة الخيانة تكون متدنية، خاطر لانه كانت قبل الباز يتم بالخيانة يعني، والانفورماسيون ما كانتش تتعدى بالسهل، اليوم قبل كانت كي تبعث له جواب تقول هذا وصل للخليفة يحلوا يقراوه يلقاوه ماهوش معناها في مصلحة، يخدم في مصلحة يتقطعوا ويمشي على روحه كل شيء، عكس اليوم. اليوم عندنا وسائل التواصل الحديثة، وعندنا المخابرات، وعندنا الاتصالات الهكاية السرية وكل شيء، توصل المعلومة بطريقة أو بأخرى والرابور اللي يهبطوا. لكن قبل كما قلت لك يعني الظلم كان راه ظلم عظيم، راه في الدول هذه نتاع الخلافة كانوا يعني يستغلوا التظاهرات الدينية لإبراز إنه الخليفة عنده مشروعية دينية، تظاهرات دينية سواء كان كما قلنا في رمضان، في الأعياد، في المناسبات، في كذا، في الدخول السنة الهجرية، في غيرها، كانوا يعملوا ديزاكت هكا نتاع إنه باش يبينوا إنه هذيك راهي دولة إسلامية، وراه الخليفة راهو مسلم، وراه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لهنا، وباش يقيم العدل وباش يقيم الواحد وكذا. لكن كانت قبل سكات الشعب كان بالعصا موجود من قبل بالعصا، وكان بالردع، وكانت سواء كانوا المثقفين بصفة عامة، نعرف نحن الشعراء اللي كانوا قراب للسلطان وكي ما عطاهمش داروا عليه بالهجاء وبالواحد، وكان ثم المثقفين كما اليوم بالضبط أخويا رياض، ولكن بطريقة أخرى يعني، كانت قبل القصائد تكتب، كانت قبل الكتب تكتب، كانت كذات تعمل يعني لتمجيد الحاكم وتمجيد الخليفة حتى ولو كان ظالما. ولكن كيفاش كانت توفى الحكاية بالضبط؟ كانت توفى إنه آخرة الظلم معروفة شنو هو، إنه يدخلوا الغزاة، يدخلوا أعداء الدين ويبيدوا الشعوب ويقتلوا الشعوب ويقتلوا الخليفة. واليوم ثم خليفة من الخلفاء دخلوا له المغول، نسيت الاسم نتاعه، ولكن دخلوا له المغول، قالوا له تحبوا ما نقتلوكش، سهلة ياسر، ورينا وين مخبي الكنوز نتاعك. فهبطهم البلاصه كيف القصر يعني، وديان نتاع ذهب وفضه ونتاع كذا واحد وكل شيء. اش قال له هذايا المغولي؟ قالوا لو صرفت الفلوس هذم على شعبك علمته وطورته وحببته ما توصلش للمرحله هذه، حطوه في الساك نتاع ما تعرف، كانوا يحطوه في ساك نتاع واحد وضربوه، معناها كي يضربوا فيه بالمشتق وشوطه يشوف البحر وهو حي يعني. هكي كان توفى لسيناريو، كانوا هكا يوفاو. اليوم راهو التاريخ يعيد نفسه، راهو كما فيقوش شوية 2020، اليوم الناس اليوم سواء كان في بلدان الخليج أو غيرها نتكلم عن كتطورات، راهو يعني إذا كان ما يفيقوش ويلجؤوا لشعبهم، لأنه في الأخر بالكل الحامي للخليفة هو الشعب، ما هوش الخليفة هو حامي الشعب، راهو لا الشعب هو حامي الخليفة، واختار الشعب انه هو يسمع كلام الخليفه ولا كلام الملك ولا كلام الرئيس، اختار انه ينفذ قراره.
لأنه العصا الغليظة اللي كانت تشد الناس اليوم، الناس اليوم فاقت رأي بطريقة أو بأخرى، ما عادش تما عصا غليظة تشدها، حتى الحاكم بيد ولا يفهم، حتى الأمن بيد، وحتى العصا متاع اللي كانت تسلط قبل ولا يفهم. فأفشيلي ولينا اليوم خايفين من غزوات، يعني يدخلوا الروم، يدخلوا الأمريكان، يدخلوا إلى شعوب ويفتوها على بعضها، ويتبدل الخليفة ذاك ولا الملك ذاك ولا السلطان ذاك. هذايا اللي التاريخ هكا علمنا، هكا ورانا التاريخ طريقة التعامل مع الشعوب. كيفاش نجم تكون ما تعلموش، على خاطر كي تشوف انت، ما نحبش نجبد دونكور الخليج، اكثر عباد عندهم فلوس حقيقه، معناها في الدول العربيه، معناها كي تشوف انت معاش بن طلال ولا شكون ولا بن سلمان ولا معناها لي بيرسوناليتي هذوكم، عندك طياره ذهب ولا عندك اكبر يخت في العالم ولا عندك. علاش عجبتنا حكايتك؟ يقول دخلوا يلقاو عنده معناها برشا فلوس، قالوا كان صرفت منهم هذوما على شعبك ونظمته، راني ما نجمتش نحتلك من اصله كريم، ما نجمش ندخل لك، ما نجمش. كان جاي شعبك فرحان وراه دافع عليك، وراك عملت معناها ميديتير باهي، وراك كنت معناها كنتم ملتحمين وتحبوا بعضكم، راني ما نجمناش نحتلوكم معناها ولا. وهو هذا ايش صاير تو، ولا حاجه اللي توجع القلب انهم انكور يستعملوا في الدين كاداه الكنترول الشعوب، على خاطر يعرفوا هما القيمة متاعهم، ولو هما عندهم الحكم السياسي، أما لازمهم سيبور ديني، لازمهم دعم من الأئمة ومن السلطة الدينية، وسرتو معناها في الدول اللي كما قلت لك، معناها أني قائمة برانسيبالمون على الدين وعلى كل. دونك سي تريست أنه تشوف أئمة وتشوف مفتي، معاش مفتي سعودية ولا غيره، معناها كيفاش يبدلوا في الديبا وفي الديسكور، ويحاولوا يدمغجوا في العباد جوست باش يرضيوا إكس بيرسون اللي هو في السلطة في وقتها. زاد يمكن كان يتبدل غدوة يبدل الكلام مرة أخرى. شوف في مصر بريود بريود مبارك، أول ما صارت الثورة أوكي سبوا مبارك وكله كله كل، بعدها جيش اسمه الآخر اللي بعده مشوا معاه ملول شوية الإعلام، بعدها سبوه كي خرج هو هذاك. طبعا مع السيسي بار اكزامبل شوف فيهم كيفاش التمجيد والتكبير، وهو صحيح وهو خليفة الله في الأرض، وهو درا شنو وهو درا شنو، ويعرفوا انه الشعب معناها يحب دينه ويحب اسلامه ويحب يعني يرضي ربي ويحب يكون، يعرفوا انه انفلونسابل يكون، معناها صحيح هو اي عبد يحب يكون متدين نورمالمون يخمم مخه اول حاجه قبل كل شيء، هما يعرفوا انه العباد يمكن بسيطه شويه في تفكيرها، دونك يستعملوا الدين باش يكونتروليهم باش يخليوا السيستم هذاك اون بلاس، معناها فهمتني. هي حاجه تيست على الاخر، والحمد لله احنا في تونس الثوره ما رجعناش للشيء هذاك، معناها الحمد لله الحمد لله. وما حتى ولو فما تجاذب الى حد الان، اي خويا رياض الى حد الان راهو المعطيات راهي تنجم تتقلب في يوم وليله، راهو ثم نحن هذاك علاش نتكلموا فوق المنبر، نتكلموا تو مثلا فوق المنبر ونقولوا انه راهو لابد من انه المنبر يقعد حر. صحيح، المنبر تاع الامام يزم يقعد حر، جامع الزيتون المعمور يزم يقعد حر، وزارة الشؤون الدينية مش تحط عليها معناها في رأسها أشخاص متحزبين عندهم، لا يلزم تخلي ديما ثم الناس. راهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقى قوسين بالله، هذه معلومة مهمة ياسر نحب نقولوها للناس خاطر تعمل الفرق، خليني نقول تعمل الفرق في التوجه الفكري بتاع المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قال انقسمت اليهود إلى 71 فرقة، 71 فرقة، واحدة في الجنة والبقية في النار. طيب قال وانقسمت النصارى إلى 72 فرق، واحدة في الجنة والبقية في النار. وتنقسم أمتي إلى 73 فرق، واحدة في الجنة والبقية في النار. قالوا له يا رسول الله من هم لنكون منهم؟ طيب هنا الحديث هذا توقعه موجود في جوجل، موجود في التلفاز، موجود في كل وسائل الواحد، لكن التفسير هذايا ما توقعهش إلا عند قلة قليلة. تبعني مليح. قالوا يا رسول الله من هم لنكون منهم؟ هنا الرواة نتاع الحديث على مجموعة، ثم شكون اللي قال هم الجماعة، سكت. قال في حديث آخر قالوا هم الذين ما هم علي أنا وأصحابي، اللي هم يكونوا على ما أنا علي وأصحابي. الأخرى كل واحد قال، ولكن ثم اللي استفرد بالحديث قال فشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال هم الجماعة. شو معناها قالوا أهل التفسير؟ قالوا أنه كل واحد من الفرقة من 72 فرقة
كل انسان يقول انه امه سيدنا صلى الله عليه وسلم ما لازمش تكون مفرقه، ما لازمش تكون مشتته، مهما كانت شنيا ميولاتي يكونوا هكا هكا هكا. هذيك الناس اللي باش تلم الشمل، الناس اللي باش تجمع المجموعه، هي راهي هذيك الفرقه الناجيه، هذيك الفرقه اللي خاطر برشا ناس توا يسميوا في رويحه. ما تعرف سمى حزب الله، حزب الله بار اكزومبل موجود في سوره المجادله، قال الا ان حزب الله هم المفلحون، يعني سموا رويحه حزب الله باش يكونوا من المفلحين. فهمت شنو كيفاه؟ قال تقتلوا، قال تقتلوا عمار الفئه الباغيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتلوا عمار الفئه الباغيه، يدعونه الى يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. في الاخر بيقول سيدنا عمار مشى مع سيدنا علي بن ابي طالب وقتلوه جماعه معاذ بن ابي سفيان، سيدنا معاذ بن ابي سفيان، لانه من كتاب الوحي. راهو نحن لا نتكلم في احد من الصحابه ونحكي فيه ان شاء الله الموضوع هذا ان شاء الله مره من المرات. نحن لا نتجرأ تو يفرح بيا تو سيدنا معاذ بن ابي سفيان كان جيت معاه، ولا يفرح بيا سيدنا علي بن ابي طالب كان جيت معاه، وفي الامر ولا التالي، ولكن ياخذ منه العبر. فشكون قتل، شكون قتل سيدنا عمار؟ هما مجموعه سيدنا معاذ بن ابي سفيان. كي جاءوا يستشهدوا قدامه بالحديث قال تقتلوا عمار فئة الباغية يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال نحن صحيح تم قتلناه، ولكن شكون خرجوا للحرب؟ خرجوا سيدنا علي بن أبي طالب وجماعته، فهم الفئة الباغية. ريت كيفاش التأويل الحديث كيفاش يتعمله كيفاش كذا، ولكن في الأخير بالكل راهم صحابة كرام وراهم ناس فوق ريوسنا. فنرجع لك الفكرة أخويا رياض نتاع أنه هم الجماعة. اليوم نحن ضد فوق المنبر، ضد انه نجي مع حزب سياسي، ضد حزب سياسي اخر، ولو كان الحزب السياسي يدعو الاخر الى معناه نفي الدين من البلاد جمله. عندنا راه حزب سياسيه راديكاليه في تونس، وعندنا حزب سياسيه قمعيه وكذا، ولكن هما في حد ذاتهم راهو نحبوا نلموا الشمل، نحبوا نلموا المجموعه، ما نحبوش فكر واحد يحكم تونس ولا يحكم بلادنا، نحبوا راهو التنوع هذا نتاع الموزايك. صحيح معطلنا ومخلينا مؤخرين شويه التالي، ولكن في الاخر بكل راه في حق دماء، فيه نبعدوا على كل شر وكل سوء ينجم يحطم مؤسسات الدوله. اهم حاجه في البلاد هي مؤسسات الدوله، والارهاب راه كي يدخل اي بلاد اول حاجه يعملها يقلل الثقه في مؤسسات الدوله ثم يحطم مؤسسات الدوله، لانه يعني ما ينجمش يتواجد كما الفيروس، ما ينجمش يتواجد في اطار نظام يعني فيه ايمونيتي، سيستم ايمونيتير نتاع الدوله، معناه يدافع على سلامه الدوله بصفه عامه.